حلوة قوي يا ابو العلا ومكمل وائل وعرضية لكن بيطلع ابراهيم سعيد توصل لطارق السعيد طارق عنده حسام استلم براحته لكن تطول على طول وتوصل لهادي ومقطعها مرة تانية وفيها خطورة وفيها خطورة وعصام الحضري عصام الحضري تسديد على فكرة الرابعة للزمالك على مرمى النادي الاهلي حازم امام قطع وشاط في المكان اللي واقف فيه عصام الحضري لكن ماسكها بثبات ما بتقعش ما فيهاش اهتزاز لان الراجل واقف على رجله صح اما عبد المنصف ما شفناهوش يعني الحضري خد واحدة من سامر واحدة من حسام واحدة من حازم لكن عبد المنصف حتى الدقيقة 20 لم يختبر حتى الان ابو العلا كمل مشوار ودخل جوه المنطقة وضربة جزاء ضربة جزاء كينيس كلارك على طول الحكم الفنلندي ورا الكورة وبيدي ضربة جزاء لنادي الزمالك خد طارق السيد ودخل ابو العلا دخل بذكاء واضح انه عايز ياخد دي شدة وعلى طول داس على رجله حسام غالي ما اترددش الحكم الاسكتلندي كينيس كلارك يدي ضربة جزاء حازم امام هو رقم واحد في تسديد ضربات جزاء لنادي الزمالك ده اللي انا عرفته من المحاضرة هيسيبها بالتأكيد حسام حسن حازم والحضري الدقيقة 21 هل تشهد الهدف رقم 77 للزمالك في لقاءات القمة ولا عصام الحضري هيوصل تألقه وينقذ الكرة حازم امام عصام الحضري كينيس كلارك وضربة جزاء والهدف الاول الهدف الاول لنادي الزمالك حازم امام على شمال عصام الحضري حلو قوي يتقدم نادي الزمالك بهدف مستحق في الدقيقة 21 من ضربة جزاء صحيحة واحد الزمالك لا شيء الاهلي ادي حازم دخل وبعال قوي ويحطها على شمال عصام الحضري ما يقدرش يعمل لها حاجة عشان يتقدم الزمالك بهدف لحازم امام صاحب ال 26 سنة واللي خد تجربتين احتراف في ايطاليا ودونيزي وجرافشير الهولندي وعاد مرة اخرى الى نادي الزمالك ليضعه في بداية المباراة في الصدارة بهدف من ضربة جزاء على شمال عصام الحضري بتعكس سير ال 20 دقيقة يبقى 21 دقيقة الزمالك هدف بقدم حازم امام على شمال عصام الحضري من ضربة جزاء هتبدأ بقى المباراة تاخد جو تاني خالص هيغير وترفعت وكان حسام غالي هيسجل هدف بأول مشاركة ليه امام النادي الزمالك وراحت بجوار القائم وضربة حرة مباشرة طارق السيد طارق يلعبها قائم البعيد وعلى طول الحضري المرة دي بالبوكس توصل لحازم وفات حازم ومكمل وياخد ضربة ركنية ضربة ركنية الزمالك مش عايز يقعد في نص ملعبه عشان ما يديش الفرصة للاهلي انه يهاجم والاهلي بيضغط بشدة عايز يجبر الزمالك على اللجوء لنص ملعبه هنشوف لكن في شغل مدربين وضربة ركنية على القائم القريب جمال وحازم مرة تانية يلعبها عرضية والهدف الثاني الهدف الثاني لنادي الزمالك حازم امام تسقط ورا عصام الحضري عشان تبقى الهدف الثاني لنادي عشان تصبح النتيجة 2 الزمالك ولا شيء لكن المباراة لسه فيها افتكروا انا بقول لكم الدقيقة 9 والمباراة ما زال فيها اثارة ما زال فيها اثارة وندية بين الفريقين كل شيء طويلة بقول لحضراتكم الخبرة فرقت جدا في الاداء النهاردة مش عايزة كلام وائل الاباني تامر عبد الحميد يقطع صنديق حلوة في اليمين لحسام غالي وفرصة للنادي الاهلي وحسام غالي وعرضية وفرصة للنادي الاهلي والهدف الاول الهدف الاول علاء ابراهيم بقول لكم من قبليها فرصة للنادي الاهلي كرة فيها سنة ثقة من وائل الاباني يقطع على طول حسام غالي ويدي لعلاء ابراهيم ياخد علاء ويسجل هدفه الثالث
في شباك نادي الزمالك. قلت لكم المباراه لسه فيها ادي الثقه الزياده اللي بقول لحضراتكم عليها من بدايه اللقاء، وعلاء ابراهيم يحطها في الشباك في الدقيقه 44. هنشوف الوقت الضايع بقى قد ايه، وهتشتعل المباراه في الشويه اللي جايين دول. علاء ابراهيم بيحط الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 89 من اللقاء، وتسلل مره ثانيه على نادي الزمالك ودي مانويل جوزيه. بقول لحضراتكم 5 دقايق وقت بدل ضايع، ادي الهدف الدقيقه 89، علاء ابراهيم بيشعل المباراه. اول عنوان لهجوم النادي الاهلي الكره لعلاء ابراهيم، وادي تاني كره طويله.